La matière première, c'est ça. C'est des granulés de polycarbonate. Après, cette matière, elle est préparée. Et ici, il y a une première couche de primaire. Tout automatique. Le... طلبت من الإخوة بتاع هذا المصنع يا بعد يفكروا ماهوش غير هما ولكن احنا كجزائريين والصناعة الجزائرية تفكر كيف نستغل المادة الأولى اللي تمد هذا البابيي إلى آخره لا ماتيير بخونيير ونبدأ نفكر من اليوم في الاستغلال نتاع الحلفة اللي كان مستغل في الماضي نشوف كيف الوسائل الجديدة والحديثة اللي تحمي كذلك الحلفة يا بعد كيف النبات نتاع الحلفة ولكن كيف نستغل الأوراق نتاعها لنوصل إن شاء الله إلى نكمل الصناعة هذه ونكونوا إن شاء الله مستقلين في هذه الصناعة.